في ملف التحول الرقمي عملت مصر على قدم وساق في هذا الملف المهم خلال السنوات الماضية، حيث قامت مصر بتجهيز العديد من المؤسسات الحكومية لإتاحة خدمات إلكترونية متعددة مع بداية عهد الجمهورية الجديدة. واستعدادا لانتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، عكفت الدولة على الانتهاء من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بشكل يمكن جميع المؤسسات من الاستغناء عن الأوراق المكتبية. إنجاز كبير وأرقام قياسية حققتها الدولة على مدار عام كامل نحو عالم التحول الرقمي وبناء قدرات مصر الرقمية، ضمن الاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة وتولي لها اهتماماً كبيراً خلال المرحلة الراهنة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة مع بداية عهد الجمهورية الجديدة. وإدراكاً لأهمية المشروعات الرقمية، قررت الدولة زيادة قيمة تطوير البنية التحتية لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بنسبة 62.8% لتصل إلى 12 مليار و700 مليون جنيه في عام 2021، مقارنة ب 7 مليارات و800 مليون جنيه في عام 2020، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنترنت الأرضي بأكثر من 7 أضعاف في أكتوبر 2021. واستعداداً لانتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، تعكف الحكومة على الانتهاء من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بشكل يمكن جميع المؤسسات من الاستغناء عن الأوراق المكتبية ليحل محلها الملفات الرقمية، حيث تم رقمنة 101 مليون ورقة حكومية لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية. كما تمضي الدولة قدماً نحو بناء مصر الرقمية وتطوير الأداء الحكومي لإتاحة الخدمات للمواطنين بصورة رقمية، فقد انتهت الحكومة من ربط 18,000 مبنى حكومي حول الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية بتكلفة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه من إجمالي 33,000 مبنى حكومي مستهدف. منصة مصر الرقمية، أبرز المنصات والتطبيقات الذكية لتقديم الخدمات المتنوعة للوزارات والهيئات، حيث تم إطلاق 94 خدمة حكومية رقمية، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 3,800,000 مواطن على المنصة وقاموا بإجراء 11,600,000 معاملة عليها حتى 2021. ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من أبرز مشروعات التحول الرقمي. يهدف المشروع إلى الربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة مع مراكز البيانات، حيث تم نشر المنظومة ب106 مواقع، كما تم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع التطبيقات الإلكترونية للمنظومة بمحافظة المرحلة الأولى في ديسمبر 2021. ومن بين مشروعات التحول الرقمي أيضاً إصدار بطاقات ميزة، وهي كروت تتيح للمواطنين العديد من خدمات، منها سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً، حيث تم إصدار نحو 2,000,000 بطاقة حتى نهاية يوليو 2021. وخلال الفترة ذاتها أنهت الحكومة تطبيق منظومة كارت الفلاح الذكي بجميع المحافظات بهدف الحفاظ على حقوق الفلاح وتمكين المزارعين من تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية لهم. وللقضاء على ظاهرة التكدس أمام فروع الشهر العقاري، بدأت الحكومة في ميكنة مكاتب التوثيق العقاري في 2017، حيث تم ميكنة 317 فرع توثيق
من إجمالي 556 فرعاً حتى أكتوبر 2021. كما جاء اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، ليعكس ما توليه القيادة السياسية من أهمية قصوى لمشروع التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.